ينضم إلينا إذا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد. يعني الأبرز كان في ما تبعناه أمس من اجتماع الفيدرالي هو توقعات المحدثة لمسار الفائدة في الدوت بلوت اللي أشارت إلى 5.6% بنهاية العام الحالي، مقارنة بتوقعات أقل من ذلك بكثير 5.1% كانت متوقعة سابقا. وأيضا الأسواق كانت تسعر عدم تغييرها، يعني تثبيتها لوقت أو بقائها دون تغيير. الآن الحديث، هل تسعير خفض هذه الفائدة بالنسبة للأسواق تم ترحيله للعام 2024؟ صباح الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم، بكل تأكيد تثبيت أسعار الفائدة لم يكن مفاجئ بمقارنة الأرقام الاقتصادية. بكل تأكيد الدوت بلوت أو المنحنى النقطي كان به بعض المفاجأة محمد، لو نظرنا إلى عمليات رفع أسعار الفائدة أو التوقع للترمينال ريت 5.6% مقارن ب 5.1% للتوقعات الأخيرة. بكل تأكيد الفيدرال الأمريكي ترك على الطاولة عمليتين رفع أسعار فائدة من المخاوف إلى ارتفاعات التضخم. تاريخيا محمد، عندما ننظر إلى التضخم كان يسجل ارتفاعات بعد الانخفاضات التالية، فبكل تأكيد الفيدرال الأمريكي قد ترك المجال لو ارتفعت أرقام التضخم أن يكون هناك عمليات رفع أسعار فائدة. الجدير بالذكر محمد أن أرقام ناتج المحلي الإجمالي أيضا تم رفع، فبالتالي عمليات الركود او التوقع للركود بدا يتلاشى بالنسبه للفدرال الامريكي مقارنه بالبيان الاخير السابق للاجتماع الماضي. الفدرال الامريكي كان يتوقع بان الركود قد يكون حاصل بنوع ميديان ريسيشن او ركود متوسط، لكن في اجتماع الامس كان قد ذكر بان الركود في عام 2023 قد يكون بعض الشيء غير متواجد. بكل تأكيد مفاجأة الأسواق أن لا يكون هناك ركود في عام 2023 لو نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية الأخيرة، لكن توقعات الفيدرال الأمريكي محمد غالباً لم تكن صحيحة، حتى أن جيروم باول بالأمس قد ذكر بأنه قد أخطأ التوقعات لأرقام التضخم لعامين. فبكل تأكيد هناك بعض الشكوك من الفيدرال الأمريكي بأن توقعاتهم غير صحيحة دائماً، لما لا أن يخالف الأسواق، تخالف الأرقام الاقتصادية الفيدرالي الأمريكي. طيب أحمد، يعني هل هل معنات كلامك هذا إنه الأسواق الآن في الفترة المقبلة ستسعر إنه يعني أعنف فترة تجديد انتهت على الأغلب، ستسعر ربما الرفعين ما أشار إليه باول، وبالتالي استبعاد مخاوف الركود هذا سيحافظ على زخم الأسواق بعكس ما كان يعني الأسواق الأخرى مثل عقود المقايضة أو السندات تراهن؟ على الأقل محمد، مبدئياً الركود يبتعد لمدة 6 أشهر، ربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي السلبيات ننتظر 6 أشهر، فبكل تأكيد مخاوف الركود قد تتقلص بعض الشيء. تخفيض أسعار الفائدة لما لا تكون على طاولة الفيدرالي الأمريكي بما أنه الركود غير متواجد، فعلى ما أعتقد أيضاً تخفيض أسعار الفائدة قد تم ترحيله إلى عام 2024. رفع أسعار الفائدة محمد بكل تأكيد سوف يكون مرتبط ارتباط وثيق بالأرقام الاقتصادية القادمة، خاصة التضخم. بكل تأكيد مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي لا يزال عند 4% محمد، فرقم لا يزال مرتفع، حتى أن المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال مرتفع 5.3% عند نظر إلى متوسطه بين 6 إلى 5.3%، فلا يزال مرتفع محمد. فستيكي انفليشن أو تضخم راسخ على ما أعتقد هي المعادلة الصعبة التي يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يتجه إلى حلها، فلما لا أن نرى إمكانية رفع أسعار فائدة في الفترات القادمة لو طبعاً تم تسجيل ارتفاع أرقام التضخم. طبعاً الجدير بالذكر محمد أن أرقام النفط سجل انخفاضات، فهي قد تخفف بعض العبء عن الفيدرالي الأمريكي. طيب دعنا ننتقل الآن إلى البنك المركزي الأوروبي. يعني هناك تسعير لأن تكون هناك أيضا رفع أو تحرك برفع بمقدار ربع النقطة المئوية. هل نتوقع مفاجأة من قبل البنك المركزي الأوروبي ليس على أساس مقدار الرفع أو القرار اليوم، ولكن على يعني على صعيد مسار الفائدة في أوروبا؟ 25 نقطة أساس على ما أعتقد محتملة جدا بالنسبة لبنك أوروبا محمد، بالرغم من أنه طبعا التكنيكال ريسيشن أو الركود تقنيا قد دخل في الاتحاد الأوروبي 40 سلبيات من الناتج المحلي الإجمالي، فبالتالي المخاوف النمو متواجدة في أوروبا، لكن
التضخم 6.1% مرتفع جدا قياسا بالفدرالي الامريكي. لا تزال هناك امكانيه لاستمراريه دوره تجديد السياسه النقديه بالنسبه لبنك اوروبا من الناحيه النفسيه وحتى ناحيه البيانات الاقتصاديه. الناحيه النفسيه لا يزال هناك امكانيه لرفع اسعار الفائده، فيما لو قارنا اسعار الفائده مع ارقام التضخم محمد 6.1% لا يزال هناك امكانيه لرفع اسعار الفائده، بينما الفدرالي الامريكي 5.25% مقابل 4% للتضخم. فعلى ما اعتقد هنا يعني تثبيتها تثبيتها احمد بعد الرفع المتوقع ب 25 نقطه اساس، تثبيتها لمده عام كامل عند يعني المستويات الحاليه طبعا 3.5 و4% واكثر بقليل، هذا يعرضه لبيانات التضخم والبيانات الاقتصاديه، يعني ممكن نشوف رفعات اخرى وليس تثبيت لمده عام. بالنسبه لبنك اوروبا 25 نقطه اساس اليوم، لا على ما اعتقد هناك في رفع اسعار فائده ايضا اخر بالنسبه لبنك اوروبا. كريستين لاغارد قد اجابت في المؤتمر الاخير بان هناك لا يزال عمل طويل بالنسبه لارقام التضخم لمحاوله كبح جماح التضخم، فعلى ما اعتقد 6.1% بالنسبه للتضخم قد تدفع بنك اوروبا لعمليات رفع اسعار فائده، لكن هون محمد الهارد لاندنج بالنسبه لمحاوله انخفاض التضخم مع النمو السلبي، فعلى ما اعتقد هنا الكارثه بالنسبه للاتحاد الاوروبي لبنك اوروبا لمحاوله معالجه كيف بده يرفع اسعار الفائده بين النمو السلبي. 25 اليوم على ما اعتقد في اجتماع اخر قد يكون هناك رفع اسعار فائده، لكن قد تكون نبره كريستين لاغارد هذه المره دوفيش او حمائميه اكثر من الاجتماع الاول. أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك لمشاركتك وانضمامك معنا في البرنامج.